المحبة غارس على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس. بمجلسنا فيض نور العقيدة وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرام، وكفارة المجلس اليوم طهرا، بأرواحنا من عظيم النوايا، وفي مجلس الخير بالذكر عطرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. حبتنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قفوا أنصتوا. هذا آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث شكره العلماء عليه لأنه ختم بالتسبيح والتحميد. ألف أحد علماء الهند كتاب إتمام النعمة بحديث الختمة، يقول ختمة البخاري، ألف كتاب في هذا الحديث. بس ابن ناصر دمشقي الحافظ الكبير هو معاصر لابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، ألف كتابا من 200 صفحة في هذا حديث كلمتان خفيفتان، حققه الشيخ الفاضل محمد بن ناصر العجمي في الكويت، موجود في الأسواق. بس في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كيف ألف 200 صفحة في الحديث؟ لأنه أخرج في الحديث البلاغة وأنواع البديع فيه من سجع وجناس وطباق وتوافق وفصلات وإشراقات وتقسيم، ولماذا سجع صلى الله عليه وسلم، ولماذا قال خفيفتان، ولأن ما فيها حروف تشديد أو حروف ثقل، على ثقيلتان في الميزان، وميزان من، ولماذا ثقيلتان، ولماذا كانت حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا سيد ولد آدم يقول في مجلس كذا، ثم يشتغل العلماء في العالم عن ملهم العالم صلى الله عليه وسلم، فيأتون بلفظة واحدة ويسجل فيها رسائل ويسجل فيها بحوث وتدرس في الجامعات، فصلوات ربي وسلامه عليه. هذا اجعل حياتك انت على هذا الحديث، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكرره دائما وأبشر بما يسرك. هذا أكثر ما يدور الآن في على ألسنة الناس، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حتى أنت إذا شاهدت القنوات الإسلامية تجد في الشريط دائما يدور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. المجالس، الأندية، لمن أراد الله الآخر، لمن فتح الله عليه في التسبيح، لأهل الذكر. فعليك بهذا أن تبلغها للناس وأن تنقلها للناس وأن تسمع. قال: كلمتان خفيفتان لسان، هل رأيتم أخف منها؟ حتى ما فيها تشديدات ولا فيها حروف استثقال، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، ميزان الرحمن الذي لو وزنت السماوات السبع في كفة والميزان في والعمل الصح في كفة طاش بها، ويتسع للسماوات والأرض. حبيبتان هذا الشأن إلى الرحمن، شوف الرحمن لفظ الرحمن، فإنه وافق السجعة والفاصلة واختار لفظ الرحمن لأنه يرحم الذاكرين، ولأنه لفظ فيه بشرى ومحبب، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فأتى سبحان الله الذي فيها نفي النقص وأثبت بالمحامد، ثم أتى بالتعظيم والتقديس والتجليل له سبحانه وتعالى. كررت في الدروس لكن لا بأس أن أقول، لأن أصلا الناس ما هم يعني يقول واحد منكم تكرر، أصلا الجيل اللي سمع قبل ليس مستعدا أصلا أنه منتظر منك أنك يتابعك في كل شيء، لا، وربما تكرر الفائدة وبأسلوب آخر وبطريقة آخر حتى تصل لسانه. حدثت من أحد المشايخ عن أحد الناس في بعض مناطق المملكة السعودية، كان قديم يعني من 80 سنة وكذا، يعمل في الحجارة، يعمل هو بناء عام يعني ليس طالب علم، فذهب إلى مكة وأظن أخذ عمره يريد شغل هناك في مكة قديم، ثم دخل الحرم فوجد شيخا على كرسي من خشب يدرس الناس في الحرم،
فيقول الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. قال: أعد يا شيخ. العامي هذا شاب ذاك الوقت، فعادلوا الحديث فحفظه فخرج، قال: إن شاء الله إن هذا الحديث إني ما أتركه من لساني، وإني أبلغه كل من رأيت من الناس. رجع إلى قبيلته وقريته في منطقته، فكان ينطلق يحضر الأعراس والزواجات: كلمتان خفيفتان، يقول صلى الله عليه وسلم: خفيفتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. حضر العزاء: كلمتان خفيفتان، سلم عليكم المستشفى، كلمتان خفيفتان. يمر بالطلاب يلعبون كورة، قالوا: جاء كلمتان، سموه كلمتان. في خلاص معلق. أتى أحد السيارة قبل وفاته، أغمي عليه 3 أيام، كان يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، أغمي عليه فقد وعي، حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، حتى مات عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيا من غدا للمحبة غارس، على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس، بمجلسنا فيض نور العقيدة، وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرام، وكفارة المجلس اليوم طهرا، بأرواحنا من عظيم اللوايا، وفي مجلس الخير بالذكرى.